Yeah.
Thank you.
كانوا بيفكر في حاجات كبيرة يعني، بس مش اللي ما خدش فرصتك النهارده وبكره. كان يوم يجي سيدنا هيك يوم اثنين، هو اللي هيوزع الهدايا على الناس. هو سيدنا هيوزع، وبركة كبيرة سيدنا موجود معنا ونسمع الأزهر ويعيش روحانية معانا. طبعا انا مبسوط خالص بالنسبه للاباء وربنا يعلم كويس الموضوع في الكنيسه. عايزين اكتر واكتر، يا ريت ما حدش يحضر بكره وقدام بكره وبعد. بالنسبه للرجال، كل اللي خد بيقول يشيلوا معاه النهضه بتاعت الرجال. في نهضه عملها الرجال يوم 24 يوم الاربعاء 24/11. المفروض كل الرجال اللي خد تبقى موجوده زي ما اتعودت. يوم 24/11 تبدا نهضة الرجال لغاية شهر 3 سلموا الكتاب بتاعك. علشان كده يا ريت تحتفظ بالكتبون اللي معاك، خليك الكتاب تحضر وهتوصلك كتب أو بطاقة في البيت أو في خدمة الكنيسة أو في البيت. تحتفظ بالكروت اللي خدتها مع البطاقة اللي أنت بتاخدها الخاصة بالاجتماع اللي جاي. أتمنى تكون بيحضر ياخد بركة وينشر كده روحيا، وزي ما قلت للرجال مش هنقدر نعيش، مش هنعيش كده للأسف، هنفضل المتبقي من العمر بره. أتمنى كل الرجال، كل المتزوجين رجال يحضروا اجتماع. طبعا السيدات مع السيدات، والشباب مع الشباب، والشباب مع الشباب، والشباب مع الجميع، كل فئات البلد تحضر اجتماعات. واليوم يوم مقبول، يوم خلاص يوم يوم تتغير، تنشط الكنيسه، بتعمل النهضات عشان تنشط الحياه الروحيه لكل انسان وكل عضو من اعضاء الكنيسه. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم ويجعلنا دايما كده عايشين مع ربنا في توبه، في قبول. ربنا يبارك كده ونعيش في توبه حقيقيه. ربنا يبارككم كل سنه وانتم طيبين. وانا بتفضل منكم توبه اللي ما خدش لقاح كورونا يفضل دكتور يروح. مهم جدا كل الناس ما لازم تاخد لقاح كورونا. ربنا يحفظنا كلنا يا رب. الوقت مع الكورونا
نعم.